يخلد الشعب المغربي يوم 11 يناير من كل سنة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وتعد هذه الملحمة البطولية منعطفا حاسما ومحطة مشرقة في تاريخ الكفاح الوطني الذي خاضه الشعب المغربي بقيادة العاصي العلوي المجيد من أجل الحرية والاستقلال. وقد ارتأينا تجسيد أهم المحطات البارزة في هذه الذكرى التاريخية الغالية. إزاء التدخل الفرنسي والإسباني بالمغرب بمجرد توقيع معاهدة الحماية يوم 30 مارس 1900 ألف ميلادي على شكل تمرد عام، والذي تحول إلى مقاومة مسلحة عمت جميع أنحاء البلاد إلى غاية 34 و900 ألف ميلادية. محمد بن عبد الكريم الخطابي بالريف من أبرز معاركها أنوال سنة 21 900 ألف ميلادية ضد جيش الإسباني الذي اضطر للتحالف مع فرنسا لإرغام الخطابي على الاستسلام سنة 26 900 ألف ميلادية. مقاومة موحة وحمو الزياني بالأطلس المتوسط من أبرز معاركها الهري سنة 14 900 ألف ميلادية التي كبد فيها الجيش الفرنسي خسائر فادحة، واستمرارها إلى حدود استشهاد موحة وحمو سنة 21 900 ألف ميلادية. مقاومة أحمد الهيبة بالصحراء وسوس ومن أبرزها سيدي بوعثمان سنة 12 900 ألف ميلادية أمام الجيوش الفرنسية وتراجع الهيبة إلى الجنوب. تميزت المقاومة المسلحة بصمودها في وجه العدو، حيث تمكنت من تأخير عملية الاحتلال الشامل للبلاد إلى حدود 34 900 ألف ميلادية، وحققت انتصارات وكبتت المحتلة الفرنسية والإسبانية خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد. Thank you.
نحو المقاومة المغربية مسلحة بقبائل مشروعة والاستعمار في استغلال المغرب ونهب ثرواته، إلا أن المغاربة استأنفوا المقاومة من خلال الحركة الوطنية من أجل الاستقلال واستكمال وحدتهم الترابية. يقصد بالحركة الوطنية حركة سياسية منظمة وواعية تزعمها مجموعة من الشباب المثقف بهدف إفشال المشروع الاستعماري وتأكيد وحدة الشعب المغربي وارتباطه بالقصر والملك. وقد ظهرت بعد فشل المقاومة القبلية المسلحة وصدور الظهير البربري يوم 16 ماي 1930. اعتمدت الحركة الوطنية وسائل العمل السياسي لتوضيح مطالب المغاربة وإحراج السلطات الاستعمارية بقطع خروقاتها ومشروع الاستعمار الممثل في استعمار المغرب ونهب خيراته. وقد اعتمدت في ذلك وسائل دبلوماسية من قبيل تأسيس الأحزاب والجمعيات والمدارس الحرة والصحف ومقاطعة البضائع الفرنسية والاحتفال بأيام الوطنية والدينية والاهتناء بالزي التقليدي المغربي والأغاني والأناشيد وتوزيع المنشورات. تأسس حزب كتلة العمل على يد علال فاسي وأحمد بلافريج ومحمد بن الحسن الوزاني سنة 1933، وأصدر وثيقة المطالبة بالإصلاحات سنة 1934، لكن إدارة المستعمر لم تعر هذه المطالب أي اهتمام، بل طاردت المقاومين وعذبتهم ونفتهم. فأيقن المغاربة أن المستعمر لا نية له في الإصلاح، ما دفعهم لرفع السقف ومطالبهم طلبة بالاستقلال. تأسيس حزب الاستقلال على يد علال الفاسي وتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال يوم 11 يناير 1944، مستغلا عدة تطورات أبرزها صدور الميثاق الأطلنطي سنة 1941 الذي أكد على حق الشعوب في تقرير المصير، ولقاء أنفو سنة 1943 الذي حصل فيه المغرب على وعد روزفلت بالاستقلال بمجرد استقلال فرنسا من الاحتلال الألماني، إضافة إلى ذلك استقلال فرنسا سنة 1944 والدور الكبير للمغاربة في ذلك، فانتشرت الاحتجاجات والإضرابات للمطالبة بالاستقلال. عزز ذلك زيارة وخطاب الملك محمد الخامس بطنجة سنة 1947 ودعم مطالب الحركة الوطنية والاحتفالات عيد العرش 1952 وتلاحم الملك والشعب في المطالبة بالاستقلال. لم تستجب فرنسا لمطلب الاستقلال، بل نفت الملك وأسرته في 20 غشتًا 1953. Thank you.
بعد نفي الملك وأسرته اندلعت ثورة الملك والشعب رفضا لابن عرفة، ومطالبة بإرجاع الأسرة الملكية، وتمت العودة إلى الكفاح المسلح عبر حركة الفداء وجيش التحرير من خلال القيام بعمليات الاغتيال وضرب مصالح المعمرين بحرق مصانعهم ومحاصيلهم ومتاجرهم، وهو ما أجبر فرنسا على إرجاع السلطان محمد الخامس سنة 1955 وبدء مفاوضات إكس ليبان لمنح استقلال المغربي في مارس 1956، وهو ما تحقق رسميا خروج المستعمرين يوم 18 نوفمبر 1956، لكنه كان استقلالا جزئيا غير تام ليعمل المغاربة على النضال من أجل استكمال الوحدة الترابية. نوصف لمحاسن للا مكمولة لوصاف، للا مكمولة لوصاف، عروسة محروسة فاح منك مسك وعبير، للا مكمولة لوصاف، نوصف لمحاسن للا مكمولة لوصاف، للا مكمولة لوصاف، عروسة محروسة فاح منك مس وعبير، للا مكمولة لوصاف، وانتي راح تروح كل منظار وشم هواك واسمع فيك الطير كيسبح باسم القادر، وانتي راح تروح كل منظار وشم هواك واسمع فيك الطير كيسبح باسم القادر، ويا بلادي عيشي ويا بلادي عيشي ويا بلادي عيشي 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 يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي